الى كريم احمد زميلنا كريم احمد في المغرب. يا كابتن هاني برضه يطمننا على ليله الفريق دايما. المباراه والكواليس ليله المباراه، وكان النهارده كمان في اجتماع فني، الاجتماع الفني اللي دايما بيكون قبل المباراه. صحيح. معنا طبعا زميلنا كريم احمد من المغرب يعرفنا على كل هذه الاخبار، اخبار فرقتنا ايه في ليله المباراه، وكمان اخبار الاجتماع الفني اللي اقيم النهارده كمان اخباره ايه. معانا كريم. كريم اخيرا غيرت المكان اللي انت بس برضه واقف لوحدك يا كريم. انت غيرت انت غيرت الاوتيل اساسا. بدايه وكل التحيه للكابتن هاني رمزي. اهلا يا كريم. شكلها مش برد. عايز ابدا معاك من البدايه الحقيقه كابتن اسلام، من تحليها مش برد قوي يا كابتن هاني. يعني عايز اقول لك كابتن اسلام، الاختلاف الحقيقه تطوان من طنجة امر مهم جدا في الطقس. يمكن تابعنا وجمهور النادي الاهلي كان متابع معانا الحقيقه الفتره اللي فاتت تقلبات الجو الكبيره جدا والامطار والسيول اللي قابلت فريق النادي الاهلي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله يمكن مجرد وصولنا هنا الى طنجة الجو مطمئن جدا. يمكن جو فيه بروده شويه، لكن جو يساعد ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي على بذل كل الجهد غدا بمشيئه الله ان شاء الله، ويقدروا ان هم يفرحوا كل الشعب المصري وتحديدا كل جمهور النادي الاهلي. تدريب اليوم واجتماع فني وتحرك من تطوان الى طنجة، يمكن يوم مليء الحقيقه بالاخبار. ابدا معاك في البدايه كابتن اسلام كابتن هاني بالتدريب الاخير على فريق النادي الاهلي اللي كان بالتحديد على ملعب صينيه الرمل 60 دقيقه كالعاده طبعا طبقا للبروتوكول الخاص بالفيفا. وسائل الاعلام يمكن كان ليها 15 دقيقه للتصوير الخاص طبعا بفريق النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول الجديه اللي شفناها من اول يوم الحقيقه ختموها لعيبه النادي الاهلي بتدريب اكثر من رائع الحقيقه. شفنا حماس كبير جدا، شفنا كل واحد بيحاول يحافظ على اللاعب الثاني، المجموعه كلها بتحاول ان هي تظهر بالمجهود الكبير جدا عشان تدي رساله للجميع، لان كان في وسائل اعلام كبيره جدا الحقيقه ناس بتشيد وبتقول على الاداء والتكتيك اللي بيتلعب البسيط جدا من المربعات من حاجات بسيطه جدا، بيقول واضح جاهزيه النادي الاهلي بشكل كبير. لكن ان شاء الله باذن الله بنعمل غدا في 90 دقيقه كل على قلب الرجل الواحد بمشيئه الله. يعني كمان املنا كبير جدا في التواجد الجماهيري اللي هيكون متواجد من الوداد. عندنا طمأنينه للكل بيشجعنا، الكل بيحمسنا، الكل بيقول ان احنا نكون متواجدين خلف فريق النادي الاهلي، الكل بيعشق هنا النادي الاهلي بقيمته الكبيره. فان شاء الله باذن الله كل الامور دي تكون طيبه جدا غدا، والطقس والمناخ والظروف والتحضيرات تكون كلها في صالح النادي الاهلي. الاجتماع الفني كان عقب الوصول مباشره الى طنجة، ساعه ونص من تطوان الى طنجة عقب انتهاء التدريب. مجرد على طول الوصول توجه طبعا بقى كل الوفد الخاص طبعا بالحضور للاجتماع الفني للتاكيد على بعض الامور الخاصه بالتنقلات تحرك فريق للنادي الاهلي، وايديهات طبعا اللي المفروض تكون طبعا لكل البعثه الاعلاميه للدخول والخروج، امور عديده جدا معتاده الحقيقه في كاس العالم للانديه، والاتفاق ايضا كمان على طاقم النادي الاهلي وطاقم اوكلاند سيتي، كل الامور دي معتاده الحقيقه. وعقب الرجوع طبعا مشاركة مستر كولر كمان حضر هذا الاجتماع الفني. عقب الوصول للفندق الاقامه مره ثانيه كانت المحاضره الفنيه الاخيره لفريق النادي الاهلي مع مستر كولر، التاكيدات كلها طبعا على الانطلاقه والاهميه. الراجل يمكن قال لهم احنا ادينا اداء مميز جدا خلال التدريبات وظهرنا بشكل رائع جدا، لكن كل ده بالنسبه لي مش محسوب، اللي هيتحسب لنا ويتحسب لفريق النادي الاهلي هو ال 90 دقيقه غدا بمشيئه الله. وان شاء الله يكون قدر خلال الفتره اللي فاتت من تحضيراته المميزه من هايلايتس من ثغرات من تقسيم المباراه ازاي هيقسم المباراه بشكل كبير، دكه البدلاء والاستعانه بيها زي ما كمان انت عارف يا كابتن اسلام يا كابتن هاني، ممكن نشوف اختلاف في طريقه لعب اوكلاند سيتي، ناس تلعب 4-3-3 ممكن تطور شويه من ادائها في كاس العالم او تحاول ان هي تفاجئ، لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون محضر سيناريوهات عديده جدا، ويتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى مشيئه الله، ويقدر لعيبه النادي الاهلي تفرح كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله نفرح كلنا بكره يا كريم. طبعا بنشكرك على كل التفاصيل اللي عشتنا وعشتنا في الاجواء. قبل بس ما تشكر كريم لانه مهم جدا يصل لجمهور النادي الاهلي حاله كل اللاعبين المعنويه داخل الفريق. اولا هناك تسريبات كثيره جدا يا كريم فيما يخص بعض اللاعبين المستبعدين من الفريق وكذا وكذا، هل هذه الاخبار بتصل الى بعثه النادي الاهلي وردود الفعل حوالين هذه الاخبار فيما يخص بعض اللاعبين بعينهم؟ يعني نقطة مهمة جدا الحقيقة كابتن اسلام، ومن خلالك ومن خلال شاشة قناة النادي الاهلي عايزين نحط كل جمهورنا في حالة اللاعبين ومدى تركيزهم والفصل التام الكبير جدا من اي تصريحات بتقال خارج فريق منافس اوكلاند سيتي. بيقول بعض التصريحات يعني بيهبط شوية الحالة المعنوية، لكن الوعي الكبير اللي عليه لعيبة النادي الاهلي والخبرات الحقيقة المتواجدة الكبيرة جدا عارفة اهمية هذه المرحلة وعارفة اهمية هذه التصريحات. الامور الخاصة بمين هيكون متواجد في القائمة، مين هيخرج، مستر كولر اختار مين، تعرف يا كابتن اسلام كابتن هاني يعني النجم هو
هو للنادي الاهلي. الراجل بيحاول طبعا بقدر الامكان ياخد كل اللعيبه الجاهزه اللي هي تساعده بشكل كبير في كاس العالم للانديه. فاي لعيب بيسمع اي شيء ما بيهتمش بيه، لان انت عندك قيمه كبيره جدا هو النادي الاهلي، وقيمه اكبر كمان هو جمهور النادي الاهلي. فيمكن بناكد على هذا الامر، اللي هيكون متواجد هيأدي، اللي مش هيكون متواجد هيكون بقلبه وروحه مع فريق النادي الاهلي. ده اللي معودنا عليه كل لعيبه النادي الاهلي، وانتم كنتوا كباتننا الكبار ومعوديننا على كده، ودي الرساله الحقيقه اللي واصله لجمهور النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي كبير، اي حد هيكون متواجد مكان مش مكانه لابد تأدي اللي عليك، ويتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ثقتنا كبيرة في ربنا واماننا كبير جدا في لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله تكون فرحه كبيره بكره بمشيئه الله. اللي بيحصل دلوقتي يا كريم، يعني انا دايما بشوف وراك الدنيا فاضيه، يعني ارحمني، يعني عايزين بقى عايزين نشوف يعني تحركات في الفندق. يعني محظوظين جدا الحقيقه بفنادق الاقامه. طب الحمد لله محظوظين جدا بهدوء فندق الاقامه الحقيقه، سواء في تطوان او في طنجة. يعني اللعيبه كلها دلوقتي توجهت طبعا الى الغرف، ومنها مباشره بقى ان شاء الله صباحا بقى يكون اليوم الاعتيادي للفطار ووجبه الغداء والمحاضره الفنيه الاخيره، وتوجه ان شاء الله فريق النادي الاهلي الى ملعب ابن بطوطه اللي بيبعد عن هنا طبعا ب 15 دقيقه. لكن ان شاء الله باذن الله كل الظروف والمناخ والاجواء كلها يا كابتن اسلام يا كابتن هاني تكون معانا يا رب، ودعواتك ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ان احنا نكون انطلاقتنا جيده جدا غدا بمشيئه الله. ترتيب اليوم يا كريم، ترتيب اليوم زي ما بقول لك يا كابتن اسلام، يعني الفطار صباحا هيكون 10:30 صباحا، بعدها طبعا هتكون 2:30 ظهرا هنا بتوقيت المغرب. معلش هو سؤال، يعني احنا دايما كنا بنساله احنا لعيبه على ان يتوجه ممكن أسألك للنادي الاهلي طبعا الى ملعب ابن بطوطه، الفطار الزامي؟ فاهم؟ اتفضل يا كابتن، اتفضل اتفضل. يعني الفطار الزامي للاعبين ولا لا؟ لانه في بعض المديرين الفنيين يقول لك ايه الفطار الساعه 10:30 للي عايز، لو الماتش بالليل طبعا الساعه 9 كابتن، خاصه لو الماتش بالليل. بالظبط يا كابتن اسلام، يعني انت متعود طبعا انت وكابتن هنا على هذا الامر، انت عارف 9 مساء في توقيت بتوقيت القاهره، لكن 8 مساء هنا بتوقيت المغرب. فيمكن يمكن بالتاكيد الفطار يكون اختياري، وجبه غداء اكون 2:30، وجبه سناك بسيطه جدا اكون في الخامسه، وانهم مباشره الى المحاضره الفنيه الاخيره زي ما بقول لك، على ان اتوجه ان شاء الله بعثه النادي الاهلي بالكامل في تمام الساعه 6 الى ملعب ابن بطوطه اللي بيبعد عن فندق الاقامه ب 15 دقيقه، توصل قبل المباراه بالبروتوكول المعتاد بالفيفا بساعه ونص. فيمكن هو ده اليوم اللي خاص بفريق النادي الاهلي غدا، واكيد اكون بكره مع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، نطمن كل جمهورنا التحرك الوصول، ويا رب ان شاء الله تكون فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي غدا بمشيئه الله. واضح يا كريم ان الاجواء كلها استعداد ان شاء الله على المستوى النفسي وعلى المستوى البدني، استعداد جيد جدا، وطبعا كمان على مستوى الاقامه شايفين اقامه هاديه، وده مهم جدا كمان الاجواء داخل فندق الاقامه، ومتوفره المغرب بين ان شاء الله تنظيم بطوله اكتر من رائعه، لان كمان المغرب فيه طفره في كل المستويات على مستوى الفرق على مستوى البطولات على مستوى المنتخبات، وبالتالي كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله باذن الله تقدم صوره تليق باسم النادي الاهلي. وكمان بنشكرك يا كريم. في سؤال تاني يا لا يا كابتن، هو بس احنا عايزين نقول له ان انتوا بكره عندكم يوم صعب جدا جدا. صحيح. ويوم طويل، كل جمهور النادي الاهلي بينتظر الكلام اللي هيقوله كريم احمد وكل زملائنا اللي موجودين في المغرب لنقل كل الاحداث يا كريم، فانا عارف ان عندكم يوم صعب جدا بكره، لكن دايما جمهور النادي الاهلي يستحق منكم كل التعب اللي انتم بتتعبوه، فبنشكركم طبعا شكرا جزيلا على المجهود الرائع اللي انتم عاملينه الحقيقه. شكرا جزيلا كريم احمد ودكروري وعويضه، انتم الثلاثه الحقيقه عاملين شغل رائع جدا جدا جدا. بنشكركم.